أيضا هناك استراتيجية اللي هي الاستراتيجية التمدد الخارجي. السؤال هو كيف للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقبل عضوا فيها، أن تقبل دولة أن تكون عضوة فيها تقوم سياستها على أساس تصدير الإرهاب؟ طيب، لك التحية مجددا أستاذ صلاح. حقيقة ما يتعلق بالدور الإيراني في أفريقيا بشكل عام هو تقريبا تاريخيا يمتد إلى ما قبل الثورة الخمينية في إيران سنة 79، ومنذ زمن شاه إيران بحكم العلاقة شاه إيران بالدول الاستعمارية وبأمريكا على وجه الخصوص، فلذلك كانت هنالك يعني توجهات وعلاقات تهم الجانب الإيراني فيما يتعلق بأفريقيا. ولكن هذه العلاقات اتخذت استراتيجية واضحة جدا بعد الثورة الإيرانية أو بعد ثورة الخميني في إيران سنة 79. عندما قامت الثورة الخمينية في إيران سنة 79 قسمت العالم إلى ثلاثة مستويات. سمت العالم الأسود، هو الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، هذا سمته العالم الأسود. وفي ذاك الوقت سمت العالم الأحمر اللي هو الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية في ذلك الوقت، وسمت عالم ثالث العالم الأخضر، وهو ما يتعلق بآسيا والمنطقة العربية وأفريقيا بشكل عام. وركزت في استراتيجيتها على أنها تتوجه نحو هذا العالم، سمته العالم الأخضر، بافتراض أن المنطقة العربية والإسلامية هي بتعتبرها نفوذ طبيعي لثورة الإسلامية التي قامت على أساس مذهبي هو المذهب الشيعي، وقامت على أساس فكرة تصدير الثورة الإيرانية إلى خارج إيران بادعاء أن الحكومة الإسلامية في إيران هي نواة للحكومة الإسلامية العالمية التي تعبر عن النفوذ الإيراني التوسعي الفارسي الإمبراطوري القديم. وهذه النزعة للأسف الشديد يعني لم تفارق إيران لا في زمن الشاه ولا في زمن الثورة الإيرانية.